تعالوا بقى نروح نتعرف على تفاصيل إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة درجتك صحتك اللي بتواصل عملها بنجاح شديد طبعا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر من خلال التقرير ده، اتفضل. سعيدنا النهاردة من هذا المركز إن احنا نعلن عن المرحلة الرابعة لمبادرة درجتك صحتك برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرة يعني المرحلة دي فيها 1200 دراجة. الحقيقة كان في فترة توقف صغيرة يعني مرحلة الكوفيد وشوية حاجات تانية، لكن النهاردة بيسعدنا ان احنا كمان يكون في معنا بنك مصر ويكون في فوري ونسهل عملية التوصيل لكل المحافظات. احنا معنا الشركاء طبعا النهاردة الانتاج الحربي وبنك مصر وفوري مع وزارة الشباب والرياضة علشان نعلن عن هذه المرحلة لكل الشباب. درجتك صحتك طبعا متزامنة مع بداية التوقيت الصيفي، الامتحانات، الأجازات، أجازة العيد، فبنؤكد على اهتمامنا بهذه المبادرة واستمرارية واستدامة هذه المبادرة ودعم وزارة الشباب والرياضة الحقيقة بقدر مالي مع كل دراجة. احنا مكملين الدعم ده، خدمة للشباب أو المواطنين بيقدموا على المنصة بتاعة العملاء، بيقدموا أو المواطنين بيقدموا على المنصة بتاعة وزارة المالية، آسف، وزارة الشباب والرياضة، وبيتم تجميع هذه البيانات وبتتبعت للبنك بدفعات مستمرية. طبعا يعني مبادرة درجتك صحتك من أهم المبادرات اللي قدمتها وزارة الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة من سنة 2020 حتى تاريخه، يعني فترة كبيرة وثقة كبيرة في الدراجة اللي بتقدمها وزارة الشباب والرياضة الحمد لله. يمكن كمان يعني أنا على المستوى الشخصي يمكن في فترات متباعدة من كل مرحلة والتانية، لأن حتى لغاية امبارح والنهاردة الصبح الناس بتسأل والشباب بيسأل إزاي نقدر نقدم والعجلة هتنزل إمتى. كمان أثرت في الشارع المصري بشكل كبير قوي، وكان في كمان توجيه من القيادة السياسية نتعمل مسارات منها للشباب اللي بيحب يمارس رياضه الدراجات يوم الجمعه ان يكون ليهم تامين ويمارسوا رياضه الدراجات يعني بشكل يعني بحريه كامله. النهارده مبادره درجتك صحتك بترعى رعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، وباهتمام شخصي من معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. المبادره احنا شايفين انها لها صدى جامد جدا، هي فكره من زميلنا دكتور سامح منصور. بدأناها الأول ب10,000، كان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى 10,000. لما لقينا إقبال من الشباب ولقينا أن الناس مهتمية بركوب الدراجة، عملنا المرحلة الثانية مع الإنتاج الحربي، والإنتاج الحربي بصراحة يعني شريك في النجاح، وهو بيساعدنا كتير، هو وشركة فوري وبنك مصر. فاحنا المبادرة ان شاء الله التانية دي برضو بنستهدف 10,000، وهنفضل مستمرين في المبادرة طول ما احنا شايفين ان في اقبال من الشباب. احنا بنتمنى ان الدراجات تبقى اسلوب حياة لكل مواطن. نتمنى ان احنا نوصل في المراحل بتاعتنا لـ100 مليون فرد. يعني يمكن دي المبادرة برضو يعني أو الفعالية اللي احنا كنت اتكلمنا عنها قبل كده كتير، درجتك صحتك، وأخدت شعبية كبيرة جدا وقت الكورونا لو انت فاكر، لأن الوقت ده كانت الناس كلها بتحاول ان هي تلاقي أي سبيل لممارسة الرياضة بشكل سليم وفي نفس الوقت مش مكلف. يعني درجتك صحتك أسعارها أو أسعار الدراجات متواضعة بشكل كبير، وكمان تقدر ان انت تقسط، وفي نفس الوقت في دلوقتي سيستم أو نظام ان العجلة نفسها أو الدراجة نفسها تتشحن لك كمان على البيت او على المكان اللي انت عايزه. فيعني تسهيلات اكتر من كده. انا فاكر اول مره اعلنا عن المبادره دي كنا في الاستوديو بتاع العجوزه. ايوه في العجوزه بالظبط، صح كده، وقلنا وقتها حتى الاسعار، انا فاكر كنا بنتكلم حتى في الاسعار وطرق السداد الى اخره. يا سلام لو ثقافه الدراجات دي تتحول الى ثقافه مجتمع، ونبقى زي الدول الاوروبيه اللي الدراجه فيها هي بطل رئيسي في الحياه بتاعه الناس كلها. طبعا مش محتاجين نتكلم عن انعكاسات الموضوع ده لو حصل في يوم من الايام، الانعكاسات الايجابيه وفكره التلوث وفكره الازدحام وفكره الضوضاء وفكره مليون تفصيله، الصحه وكل حاجه. طبعاً كل حاجه طبعاً الصراحه طبعاً. يعني في حد كان من الناس اللي كانت بتتساءل طب هل المشروع ده اقدر ان انا، او يعني درجتك صحتك، هل ممكن ان انا لما احصل على هذه الدراجه اقدر ان انا امشي في الشوارع في العموم؟ هقول لك على حاجه عشان نبقى برضو واقعيين، مش كل الشوارع في مصر عفوا مجهزه، مش كل الشوارع في مصر مجهزه لده، ولكن في كتير مدن دلوقتي جديده حتى لو تيجي تتكلم مش
مدن جديده قوي مثلا الشيخ زايد، التجمع الخامس، مصر الجديده، في الزمالك، في اماكن معينه وفي احياء في مصر مجهزه لده بشكل كبير جدا، حتى مجهزه ثقافيا. لان خلي بالك من حاجه برضو، الثقافه عندنا لازم كل فتره بتتغير بتتطور. الفتره اللي هي قبل الكوفيد لما كنت تنزل تتمشى في الشارع بنات ولاد وعجل وحاجات زي كده، كانت الناس لسه بتحاول تشوف فكر جديد موجود. كنا لما نشوف بنت على عجله كنا بتتمشى بالدراجه بتاعتها كنا ممكن تلفت نظرنا. دلوقتي الموضوع بقى خلاص عادي، يعني حتى الدراجات الناريه بالمناسبه، يعني انت فاكر دلوقتي بنشوف سيدات كمان بيذهبوا للعمل بدرجات ناريه. على فكره ما الحاجه برده ممكن تستدعي ده، يعني ممكن سيده تكون عامله بتصرف على عيالها ما عندهاش انها تجيب عربيه، فالدراجه الناريه وسيله مواصلات يمكن في الزمن اللي فات ما كانش الناس تتقبل ان سيده تقود دراجه ناريه، لكن دلوقتي بيحصل ده. فالمجتمع بيتغير، لان هو مفيش حاجه غلط في الاول وفي الاخر. طالبات كمان في يعني جامعات كتير بيروحوا الجامعات بالعجل كمان، بالسكوتر او بالموتوسيكلات، فكلها وسائل مواصلات جيده جدا ومتاحه وموجوده وباسعار جيده. ولو هنتكلم تحديدا عن الدراجات فقريبا جدا انا اعتقد ان هي فعلا ممكن تكون اسلوب حياه، لو حتى هنبتدي بالمدن اللي هي مؤهله لذلك ثقافيا كمان وبنيه تحتيه. زمان يا نهواند وبصفه خاصه في الاماكن الشعبيه كنت تلاقي مهارات مصريه متفرده في قياده الدراجات، تلاقي مثلا واحد مكوجي ماشي 45 شماعه وبتاع العيش اللي هو بيحط بتاع العيش بالظبط. بصي مهارات ايه، وفي بعض الاحيان وهو سايب ايده تبقي مش فاهمه الكلام ده بيتعمل ازاي. بس هي حاجه كويسه، لا هي مبادره جيده، نتمنى طبعا ان هي تنتشر بشكل كبير جدا، ونتمنى كمان الشوارع عندنا تكون مؤهله اكتر لممارسه يعني رياضه الدراجات لكل بقى الرجال والسيدات، يعني ما فيش يبقى مشكله في ده.